بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أم فرح خطاب. إن كنت أول مرة تشوفيني اعملي اشتراك وما تنسيش تعملي لايك وتفعلي زر التنبيهات عشان يوصلك كل ما هو جديد. النهاردة كده هنتكلم بسم الله ما شاء الله عن استقبال الكتكوت الأبيض، عن استقبال الدورة ونجاحها أو فشلها، وإن شاء الله هنعمل كل حاجة بالترتيب وكل الخلطات بتاعتنا بالترتيب والخطوات وبالأيام، وهنوزن معانا الكتكوت كل خلطة والتانية. وان شاء الله كده شايفين كتكوت حاجة كده بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. انا لسه جايباه يدوب من ساعة. استقبلته الاول العلف، سبت العلف قدامه ساعة وبعدين نزلت بالمية. ايه اللي انا حطاه في المية ده؟ ده محلول جفاف. محلول الجفاف طبعا بيعوضه عن النقص اللي يعني من هنا لهنا، من الحضانات بتاعة البيض لركوب العربية لهنا لهنا، فبيبقى يفقد كده حاجات كتير بنعوضها احنا، يعني بنعوضها احنا بمحلول الجفاف. شايفين بقى ايه هو افضل نوع كتكوت، او ايه نوع الكتكوت اللي انا جايباه ده؟ اللي انا جايباه ده نوع القب. انا بشتغل على طول يعني بكتكوت الرزة، بس حاليا كده يعني مش متوفر في المكان اللي انا موجودة فيه، بس انا متوفر الكب. الكب برضه كويس جدا وبيشتل معاكي لحم، وفي نفس الوقت الصدر بتاعه بيبقى كبير وبيشتل معاكي وبيحمل اوزان وبيجي بسرعة ما شاء الله، برضه حاجة كده جميلة. لو في اي عيب او مثلا اي امراض بيستجيب كده معاكي في يعني في العلاج او في الخلطة اللي بتحطيها، بيجي معاكي بسرعة. شايفين حاجة كده ما شاء الله. إيه طيب ازاي اتأكد ان نوع الكتكوت اللي انا جايباه كويس؟ إيه طبعا انا راحة مش فاهمة حاجة او مش عارفة حاجة. اقل حاجة ممكن يعني تعملي بها اختبار للكتكوت بتاعك. شايفين إيه السرة بتاعته كده ناشفة، او المؤخرة بتاعته كده ناشفة مش طرية، وكتكوت كده في نفس الوقت تحسيه يعني نشط كده زي ما انتوا شايفين وحيوي كده، يعني بيروح ويجي مش كسلان مش كشين فوق بعض. وفي نفس الوقت انت لازم برضو تظبطي ليهم درجة الحرارة. يعني انا قبل ما اجيب الكتكوت او قبل ما اروح اجيب الكتاكيت بتاعتي بكون مشغلة لهم اللمبة الحمراء دي زي ما انتوا شايفين، وبسخن لهم المكان الاول، وبعد كده انزل لهم بقى المكان وبفرش لهم كده شكاير وفرشة تحتهم. الشكاير اللي انا فرشاه تحت دي، او المفرش اللي انا فرشاه تحتهم ده، بيساعدني في يعني لما اجي انضف لهم وكده بيبقى سهل جدا في عملية التنظيف. طيب تمام. اول برضو حاجة انا بعملها قبل ما اجيب الاستقبال بتاع الكتاكيت بتاعتي، بطهر لهم المكان كويس جدا عشان لو في اي فيروسات او اكسده او اي شيء من الحاجات اللي بتبقى الفيروسات المتعلقة دي. انت طبعا ده تعملي الخطوه دي لو المكان انت متعوده تربي فيه على طول. انا كده من الارضيه كده اللي علو متر من الحيطه بستخدم كلور وديتول، بحطهم مع بعض كده في بخاخه وببخ كده المكان على قد ما اقدر او على قد طول ايدك، بس اقصى حاجه المتر. يعني انت لازم ترفعي كده من الارض للحيطه متر وترشي وتطهري، ويكون الدنيا كده تمام معاكي عشان الفراخ بتاعتك تيجي معاكي بسرعه، وفي نفس الوقت ما يكونش في اي امراض باذن الله. طيب انا استخدمت دلوقتي محلول الجفاف، انا هستخدمه يعني 8 ساعات بس، و8 ساعات بقى التانيين انا معايا هنا هو العلاج جايباه من الدكتور البيطري، اكسوفين. ده مضاد حيوي ويعني للتنفسي عشان لو مثلا خدوا برد وهم جايين مثلا او طالعين من المكان بتاعهم، ده كويس جدا. بستخدم انا جرام على اللتر 8 ساعات، و8 ساعات التانيين معايا هنا برضو كوليفين مضاد حيوي معوي، ده برضو عشان لو عندهم اي اسهالات اي برد اي حاجة. المهم ان دول الحاجتين دول ممتازين جدا بتستخدميهم، ده 8 ساعات وده 8 ساعات. اول ما بتستخدمي بتستخدمي اكسوفين، وبعدين اكسوفين اكسي بتاع كوليفين، يعني ده اللي بتستخدميه الاول 8 ساعات وبعد ده 8 ساعات. والثمان ساعات التانيين بقى بتستخدمي الفيتامينات دي، فيتامين مقرب شوية كده، فيتامين ألف دال لسيري ه أو ألف دال تلاتة ه، ده فيتامين كويس جدا يعني بيخلي الكتكوت معاكي حاجة كده ما شاء الله.
ده بقى براحتك عادي، ممكن تستخدمي غطا على اللتر او ممكن تستخدمي 3 سم على اللتر براحتك، مفيش منه اي اضرار، بس اقصى حاجة غطا على اللتر. طيب هنستخدم يعني نستخدم العلاج ده كام يوم؟ 3 ايام بس. احنا طبعا بنعالج بالاعشاب وبنربي الطيور بتاعتنا بالاعشاب، حاجة كده نظيفة ما شاء الله، بس لازما تستخدمي الحاجات دي في الاول عشان ما يتسببش معاكي اي امراض او اي اسهالات في العمر ده، لان طبعا بيبقوا بقى جايين من الحضانات بتاعتهم ومنقولين من مكان لمكان، فطبعا بيتعرضوا للبرد ويتعرضوا للاسهالات والحاجات دي كلها، وبالذات الجهاز التنفسي بتاعهم. اكسفين ده كويس جدا. طبعا بقى انت كل شوية في العمر ده، في عمر التحضين، انت كل شوية كده بتنزلي لهم يعني بتهشيهم كده عن بعض زي ما انت شايفة، او بتنشطيهم كده عشان ما يتلموش على بعض، وفي نفس الوقت دي يعني حاجة كده تفوقهم. طبعا هما في العمر ده بنتعامل معاهم كأنهم يعني بيبي كده، حاجات كده رقيقة كده بنتعامل معاها بالراحة عشان ايه نجاح الدورة فعلا في اول اسبوع. إيه لازم انت تدفي تدفئة تمام، وتستخدمي لهم الحاجات اللي انا قلت عليها دي كويسة جدا، وان شاء الله هيبقوا معاكي تمام وهتبقى دورة ممتازة. شايفين لما تكوني مدفية لهم المكان ومستقبلهم استقبال صح، يعني بياكلوا كده ويشربوا. انا غيرت المية لهم دلوقتي، شوفوا ما بخبط كده بيجروا جري ازاي. شايفين شايفين حلاوتهم، حاجة كده ما شاء الله جميلة جدا. انا غيرت لهم المية بقى وحطيت لهم المضاد الحيوي اللي انا قلت لكم عليه بتاع التنفسي بتاع اكسفين، جرام على اللتر، والمضاد الحيوي التاني برضو جرام على اللتر بتاع كوليفين. كل شوية كده قعدوا هشهم، اخبط على حاجة كلهم يجوا عندي كده، المهم ان انا نشطهم كده كل شوية وابعدهم واخليهم يجروا كده في المكان. شايفين الجمال، حاجة كده ما شاء الله. طبعا انا بستخدم نوع كتكوت ذكور، لو يعني لو في حد متابعني طبعا هيشوف، يعني انا الفراخ بتاعتي لما بتكبر بتبقى كلها ذكور، بتبقى حاجه كده ما شاء الله جميله. اللي الذكر يعني بيشتل لحم بسرعه عن الانثى، وبعدين كمان بياكل علف يعني قليل، بياكل علف قليل نص كيلو عن الانثى، وبيزيد في اللحم 200 جرام عن الانثى، حاجه كده باشا جدا، وبيكبر بسرعه معاكي وبتلاقيه وبتبقي شايل اللحم كده، وحاجه ما شاء الله جميله. يعني انت لما بتروحي تشتري بتقول انا عايزاه صقور نقهم لي، حتى لو هيبقوا غاليين، وبيبقى غالي بس ربع جنيه نص جنيه، بس بتبقى حاجه حلوه جدا وبتيجي معاكي بسرعه. يا رب اكون فدتكم. انا كنت معاكم مفرح خطاب، ما تنسيش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو مع اصدقائك. سلام عليكم.